السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دا وديال كسو دوادا هالكن وحان إن شاء الله يدين كسو قبين دونا حوغيشي ودنبي يقوينها كي سوماليات لو أفضوبتي أما لو واي دالك كين غرخان مقال داني روبي هدبا هالكي أيو مريا كيسكي أقوينها كان إلاي هدى للاقي هاي دورة باريتان أي كوهيسو هدي أكو عصوب تجانلك سبسكرايب لايك شير انتبه إنو سار دكتور عبد الوهاب شيخ عبد السمت وحقوها نين أقوانيهن أو دكا سوماليات اي آد وذ قرانيين هانا ميد آد وفلنقينجري سياسة دها جيسك أفريكا وليبا معها سوماليا آد مطغانا وفلنقينجري دكتور عبد الوهاب وحا لوايي لو مالين كهر إساق أو برطمها مغالدة عاسمة دا نيروبي لغا أفضوبتي هذا انت بدن دكا مالين كي لوايي دكتور عبد الوهاب وحا انت بدن سويدينيين حقي لا أفضوبتي محلو أفضوبتي وأنا سؤالها مدن إلا إسويديو إنت بدأت تكمل كروحة لو هستي إن دكتور عبد الوهاب ما تغني دور دكانيا أي ما تغني أي أفضوبتي أما أفضوب ما هي ما تغني أي قبطي يقدوني إن السؤال أي ويديان مركا تاسينا وحاس سببي مركا إسكو سوى بيقمتي إن حلقي إن عبد الوهاب لقبتي يو قرال مركا سكهر وصولي برتيسة تويتركا وكاقه اللي سياسة ده سوماليا يا كينيا تاسو حكي أنت مركز ضدك أنت بدن إن أي أرنت أيده هي أد أقها الله يجو أو مثلاً لا حريرنا يجي إن أرنت أيده إن دور ده كينيا أي جام أي كل ده أي أو مصير دونك كي مثلاً أرنت أيده يقدم بهين إن هدبة أرنتني يا مركي للدبة جلي يا وحى سجناتي أما بعد ذاتي إن دكتور عبد الوهاب أي أفضوبتين أفرنن ورعده قال عدنا مثلاً يوتي een iyo ninka darawalka ee gaariga u waday 4 nin 3 nin ba soo dagay oo ma taqanay xoog ku saaray gaariga dharcad bayna ahaayeen halkaas inaan taqanay iyo kula tageen dadka inta badan waxay markaa ayay moodayeen dadka dharcad ah inay yihiin CID iyo wixii lamid ah ee dowladda ka yimid taqanay u shaqeeyo laakiin haaskiisa oo wareysi shalay bixisay ayaa waxa ay sheegtay in markii arintan ay dhacday ay baxeen ayna tageen booliska halka ugu dhowa ayna u sheegeen arintii iyagii booliska oo socdaan halkii ay imaadeen ayna ma taqaanay ogaadeen taariikhda gaariga iyo wixii la mid ah dadkaasna ay ogaadeen in aysan ahayn dad u shaqeeyo in maxallamaha amniga ee dowladda Kenya balse uu yahay ninka asaga ah nin la afduubtay in badgaawna ma taqaan loogu jiro in hay'adaha dowladda dhanka amniga ayaa markii baaritaan ayaa bilaabay ilaa hadana baaritaan ma taqaanay waa ay wadaan iyagoo oo sheegay in ninkan la yahay meel lagu sheegi karana aysan jirin een xildhibaanada laga soo doortay wqooyi bari gaar ahaan wajeer oo isaga laftiisa uu kasoo jeeday ayaa waxa ay dhahayn mar ay warbaahinta ay la hadlayeen in ay ku daba joogan kiiskaasi ilaa hadda ma taqanay isan ka qusan in ku caadinayeen dawladda wariyaha laamaha amniga gaar ahaan waaxda dambi baarista in arintani ay meel ay saarto ayna meel lagu sheego ninkan een baaritaan muglan dawladda waa in ay sameeyso sida loo si loo helo professorka هذا بروفيسور كان محقوي هاي بروفيسور كان دكتور عبد الوهاب نكستا ويا قناة الصوماليات وانين فلنقية أرمها جيسك ولي بقى جارهان صومالية يؤد فلنقين شري سيف عن أول السعودي حالة ديدا وحاكل أوها برتش مع عدد أو أرضي بدن وقوي هنئه يوم تخن يوصل سهري مر أي حاس كيسة لجو حلجو الدي جي إن بروفيسور كأولها وح عدوه أو متخن لوش كيسن جاي ايا وحا ايت المانتي اما با ايش شكتي هدي وچري لها وح عدو اه او اولي هاي مانتا وان كنتو ميلهين لكن بروفيسر كا وح عدو كو اها او انقران انو ما اي جرتي تري حتى بروفيسر كا ولغي لامحيرين وح دنبي كسو اوغي ان ايدان متغان لما اركن تاسي وحا اي كانتي مركا ان داد بدن او ارنتان اياد اه اي اه دادك سوماليات اي اغول عسنين هدبا ان حرقة اما وايتانك اللواي بروفيسر كا ايا وحا اي دبا سعوتا ان داعدوين حرير اح او كوان لاميد اح او داد بطن او سمالي اللواي يا مطغان ايا كاميدة وحا كاميدة نكي قنع صدها عانكها كان يتشوغي بشير الورانشري اي لاي هادا مطغان اي ان لحينين لكن لحيري ميد كيسا ان كدب ماركي سيدان اوكاله لو افضوطي ساقو ولي بقاريس وكتشرو ان دور بري اللواي ماما كدبنا ميد كيسا مطغان اي لحيري ee professor kana isagana ma taqanay maalin dhaweyd ba sano kan la afduubtay ilaa haddana waa la yahay laamaha amniga waa ay ku daba joogan dadkii afduubka ka dambeeyay laakiin lama garanayo lama cadeynin laakiin warbaahinta Kenya kulli waxaa lagu daawacay in professorka uu maqan yahay meel lagu sheegi karo iyo cid sheegi karta midna aysan jirin laakiin laamaha amnigu ay ku daba joogan
ayna sheegi doonaan halka xaalka marayo, waana in soo gudbi doonaa insha Allah xaalka meesha uu ku dambeeyo iyo dadkii ka dambeeyay hadii la helo. Laakiin waxaan rajaynaynaa insha Allah in professorka isaga oo nabad qaba oo nool in insha Allah la heli doono. Rajo weyn ma ka qabnaa sida ayba sheegeen xildhibaanadiisa ayna dhaheen, rajo weyn ma ka qabnaa in dowladda Kenya arintaasi ay gacan ay naga siiso wali walaalmaha amniga baaritaankiisa iyo qaabkii lagu soo heli lahaa isagoo weli nabad qabo. Hadaba arrimaha shakiga badan dhaliyay ayaa waxaa ka mid ahaa maalinkaas iyada ah waxaa jiray xiisad ka taagnayd gaar ahaan Soomaaliya, taasi oo u dhaxaysay madaxweynaha Soomaaliya maxaa Cabdullaahi Farmaajo iyo waliba ra-iisul wasaarihiisa. Markii ay isku dhaceen arrintii ikaan tahriirna la isku qabsaday, ayuu professorka wax ka yiri ka qoray waliba isagoo markaa iyada ku dhaliilay arrinta iyada in ma ku lug lahaan karaan dowladda Kenya iyo waliba dowladda Ingiriiska, ayuu mataqaan ayuu raaciyay. Kadibna waa markii xilligii asaga la waayay, dadkii inta badan ku xays lahaayeen diyaarinta iyada ah ma dhici kartaa in arinta iyada ah ee uu qoray professorka in loo qabsado. Laakiin taa lafteeda suurtagal ma ay noqon karto. Professorka mar iyo laba iyo saddex ma ahan mar intii mataqaan uu wax ka yiri arrimahaasi iyo kuwa lamid ah, weliba ka cakiran sidan iyada ah uu ka hadlay isku dhicitaankii dowladda Kenya iyo Soomaaliya xilliyadii mataqaana safaaradaha la kala qaadanayay in badan ka qori jiray, weliba isagoo mataqaana taageero weyn u muujinayay marka ayada ah dowladda federaalka ee Soomaaliya. Marka taasi inaysan lug ku lahayn ba dhici karta, inay ku lug leedahay ee lafteeda waa laga yaabaa. Laakiin cala kulli xaal arrimahan kulli waxaan uga dambeynaynaa laamaha amniga ee ku shaqale ee hadda baaritaanka wado yaan uga dambeynaynaa insha Allah iyagana wixii xaqiiqo ee jiro inuu soo gudbin doono. Dhanka kale waxaa jira iyada lafteeda afduubyo kuwan lamid ah oo waxaan arkay gabar yar oo iyadana iskuulay ah oo laga afduubtay iskuul iyadoo dhiganeyso oo laba maalin ka hor iyadan baraha bulshada sidoo kale madaxan lagu soo faafiyey oo lala hawaala la'yahay. Marka amniga Nairobi weliba Kenya yaa waayahan dambe waxaa kusoo badanay dadka wax afduubanayo ee afduubka geysanayo, kuwaasi oon la garanaynin. Xataa waxaan maqlayay in maalaxdaas dhisi ay soo bandhigaysay macalin kamid ah ardayda waxbaro in mataqana ardayda uu qofkii uu ku tuhmayo in reerkooda inay wax leeyihiin inuu farta u fiiqay dadka wax afduubanayo, kadibna intii la afduubta isagana shaahaysa ay u tuurayeen. Laakiin waaxda mambaaris arrintaas waa soo bandhigtay oyna sheegtay. Marka waxaan rajaynaynaa insha Allah arrintan lafteeda iyo dadkan afduubka geysanaya dadka caanka ahna u geysanayo in iyada lafteeda wax laga qaban doono lasoona bandhigi doono insha Allah. Yaan ka qabnaa rajo weyn iyo in arrintan iyada ah ay si fiican ay kusoo dhamaato, weliba professorka isaga oo nabad qaba insha Allah inuu dib inuu soo noqdo. Daawadayaal, waxaa intaasi inoogu dhan arrintii afduubka ee loo geysay professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamad. Intaan aan ka kala kulmayna barnaamijkan midka xigaday ee beedmo, waxaan idinkaga tegayaa. Siyaasiyo nabad gelyo.